أصدقائي صباح الخير. طبعا متعودين في كل أسبوع إن احنا في برنامج كل الناس نيوز. النهاردة عايزين نتكلم في موضوعات كتير، وهنتكلم برضو في الفقرات بتاعتنا، وأكيد المشاهدين مستنيين يعرفوا أسماء الناس اللي فازت معانا في الحلقة اللي فاتت. كان في سيدة عجوز ماشية في الطريق، وهي ماشية في الطريق في شاب ماشي بالعجلة بتاعته فخبطها وقعت، ومشي في طريقه عادي، فنادت عليه تعالى تعالى الحق اللي وقع منك. فرجع بسرعه عشان يشوف ايه اللي وقع منه، قعد يدور قعد يدور قعد يدور قعد يدور، ما لقاش حاجه. فقال لها في ايه؟ ما فيش حاجه وقعت مني. قالت له لا، انت وقعت منك رجولتك، وقعت منك شهامتك، وقعت منك اخلاقك. النهارده عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا، وطبعا قبل ما نتكلم لازم بيشاركني في كل حلقه الفنانة سوسن ربيع. صباح الخير يا سوسن. صباح الخير محمد. صباح الخير أعزائي المشاهدين، كل اللي بيشوفونا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، على رأي شاعر الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي. الأخلاق الأخلاق الأخلاق، هل الأخلاق راحت ما بقتش فيها أخلاق، ولا هل انا مش عارف ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني اتغيرنا من 2011 لغايه دلوقتي، ظهرت شويه تصرفات، شويه افعال موجوده في الشارع بقوه ما فيهاش اي نوع من الاخلاق. هو احنا للاسف الشديد يمكن من قبل 2011 كمان كان بدات الظاهره دي تبدا تبان يعني، لكن هي تفشت قوي وزادت عن الحد بعد 2011. طبعا احنا مش بس ما بقاش في اخلاق، احنا لا بقى في قيم ولا بقى في تربيه. احنا نسبه كبيره جدا من المجتمع تحس انها عايشه مع نفسها ونفسها، حتى لو ده بيجرح الاخرين او بيضرهم. بقيت يعني انا براحتي وخلاص، انا اعمل اللي انا عايزه، مش مهم الضرر لمين ولا مهم اضر حد. المهم ان انا يعني انا مثلا ماشي دلوقتي حبيت اركن عربيتي او اوقف اسلم على حد، ممكن اركن في وسط الشارع واوقف الدنيا كلها ورا، مش مشكلتي انا، المهم ان انا اعمل اللي انا عايزه في اي وقت. هي دي الكارثه اللي احنا فعلا مجتمعنا وصل لها دلوقتي. الكارثه دي مش بس في تصرفات صبيانيه من حد راكب سياره، لا، التصرفات اللي بقت اكبر، ان انت ممكن تبقى راكب مواصله عامه، ان انت ممكن تبقى ماشي في الطريق وتلاقي ان ما بقاش فيه زي زمان احترام الكبير. طبعا. يعني ممكن كنا زمان لما كنا بنطلع نركب مترو، نركب اي مواصله عامه، ونلاقي في حد كبير تلاقي على طول بشكل تلقائي نقومله. انت بتقوم وتقعد. طبعا طبعا. دلوقتي لقيت ان معظم شباب الجامعه بيبقوا قاعدين وعاملين نفسهم نايمين، وفي ناس كبار واقفين. انا عايز اقول احساسك بيبقى عامل ازاي؟ يعني ان انت تعمل نايم اكيد انت من جواك حاسس ان انت بتعمل حاجه غلط. لا والله، بيبقوا صاحيين وقاعدين وبيتفرق، ولا كانهم، وتبقى ست كبيره قدامهم او راجل كبير في السن، ولا كانهم شايفينه. لا لا، بالعكس، بقى في يعني نوع من انواع البجاحه شويه. ايوه، ده ايه سببه وازاي نعالجه او ازاي نوصل انا بعتقد ان ليه عده اسباب. يمكن في سبب فيهم انا برجعه للبيت، للاسره. الأسرة بقت مفككة، ما بقاش في أم بتربي. وأنا هنا يمكن عايزة أصلح حاجة، دايما بنقول إن أمير الشعراء أحمد شوقي بيه هو اللي بيقول إن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبة الأعراق. لا طبعا، ده مش شعر أحمد شوقي، ده شعر النيل حافظ إبراهيم، هو اللي قال البيت ده. بس يعني دي موجودة في أكتر من ودي موجودة خطأ في فيلم، ده في فيلم سينمائي بيقولوا إنه قال أمير الشعراء أحمد شوقي بيه. لا ده غلط وده مش مظبوط، هو ده اللي قال فعلا البيت ده، هو شاعر النيل حافظ إبراهيم. فالتربية من البيت، يعني لازم تبتدي من الأم. الأم دلوقتي بقت بتخرج بتشتغل، بترجع من شغلها تعبانة، تدخل على المطبخ، بعد المطبخ ممكن تقعد على الفيسبوك برضو تعمل شخصيات فيك، تعمل شخصيات مزيفة عشان جوزها ما يعرفهاش ولا أولادها ولا أصحابها، وتعيش حياتها على الفيسبوك. فللأسف طبعا البيت، الدنيا بقت مفككة، حتى لو قاعدين في بيت واحد كل واحد عايش مع نفسه على موبايله. فدي ده بداية التربية، بداية انهيار الأخلاق. طيب انهيار الاخلاق، لو قلنا ان احنا انهيار الاخلاق، يعني هل ده زاد؟ هل ده كان موجود من قبل 2011 وزاد من بعد 2011؟ بما يسمى الحريه، بما يسمى ان انا افعل اعمل اللي انا عايزه
وما عنديش شيء من الحياء، يعني بقينا نجهر ب ب ب ب مش بالغلط. عايز اقول لا مش هقول بس بالغلط. بالغباء الـ في التصرفات ما بيننا وما بين بعض، يعني بقت الوحاشه بتظهر بشكل مش حلو. ازاي نرجع تاني نطلع اجمل ما فينا؟ يعني الموضوع لا هو الموضوع كبير طبعا. اولا كمان لان للاسف اللي كان حتى زمان بيساعد الى حد كبير جدا في الاخلاق وفي تربيه الاخلاق كان الفن، اما الفن دلوقتي كمان بقى سيء، فبالتالي كل شيء بقى سيء. لكن احنا زمان كنا بنقعد نتفرج على الافلام الرومانسيه، نتفرج على افلام دايما الخير في النهايه ينتصر على الشر، فعلمونا ان لا. بس انا عايز اقول برضو يعني بما اننا احنا بنلعب في منطقه الدراما، ان كان مرئيه او مسموعه طبعا، فدايما بنشوف، مش بتكلم عليا مش بتكلم على حد تاني، ان الخير لما بينتصر دقيقتين يعني الشر يفضل موجود. طب بس هو في النهايه الافضل انه يوري لك انه الخير انتصر مهما طال الظلم او الشر. هايل. بس الـ احنا بنقعد نتفرج على المسلسل او نتفرج على الفيلم، بنلاقي لو الفيلم ساعة ونص ساعة وتلت الشر هو اللي فرحان، الشر هو اللي ظاهر. بالعكس ده هو ده اللي عايز يقول، ان مهما طال الشر ومهما طال الظلم ومهما كان مدى ومهو وصل حده، لكن في النهاية بيبقى له نهاية، بيبقى له لازم الخير بينتصر حتى ولو دقيقتين، بس بينتصر على كل الشر ده اللي بيتبني لمدة ساعة ونص زي ما بتقول طول الفيلم أو طول طيب العمل. طيب علشان نرجع تاني، يبقى لازم الأول تساعدنا، يعني انا مش عايز يعني علشان بس الكلام يبقى واضح، احنا دايما كل المسؤوليات اللي بنرميها في تصرفات اولادنا، في تربيتهم، في اخلاقهم، اول حد بنكلمه طبعا الاسره، وبنحط دايره طبعا، وبعدين الدايره الثانيه بنروح جايين على المدرسه، ونتهم الاثنين وكانهم هم الاثنين المسؤولين بس عن تربيه اولادنا، وبننسى دايره كبيره قوي بتحيط على الدايرتين الصغيرين دول، الاسره والمدرسه، في دايره كبيره قوي اسمها الاعلام. الاعلام طبعا، ماشي، ايا كان بقى الاعلام المرئي، انتاج الدراما، انتاج الاغاني، يعني لما تشوف ان في اغنيه بتحرض على القوه وعلى العصبيه على العنف وماشي وتتغنى بشكل كبير، طبعا الاغاني المهرجانات اللي بيسموها، والاغاني دي موجوده، فانت لما بتسمع اغنيه زي كده غصب عنك مش بتتفاعل معاها، انت بترددها. يعني احنا دايما لما كنا بنسمع الأغاني القديمة، عمرو دياب، محمد فؤاد، سميرة سعيد، لطيفة، ليلى غفران، لما كنا بنسمع الفنانين دول كنا بنكرر أغانيهم فكنا بنحفظها من تكرار، وكان بيبقى في عندنا شيء. بس الأغنية دلوقتي بقت كليب، يعني بتتصور، وبالتالي احنا مش بنسمعها بس، لا ده احنا بنشوفها، فما بنشوف السلوكيات اللي في الكليب نفسه ده شيء يعني مزري الحقيقة، يعني شيء مش لطيف خالص. أما تشوف ناس راجل يبقى لابس بلبس معين أو شكل معين، أو ست لابسة برضو لبس مش مظبوط، ده كله بيسيء. وبعدين للأسف الشباب والبنات بياخدوا دول قدوة، بيقلدوهم، بيبقوا قدوة. طب ما تيجي نتكلم على كام ظاهرة كده موجودة على انعدام الأخلاق، تمام، وظاهرة موجودة في مجتمعنا، وتحس ان انت لو ما عملتش كده تبقى انت يعني المختلف شاذ عنهم. شاذ عن القاعدة. يعني انت لسه بره الهواء كنت بتكلميني عن ظاهرة غريبة انت شفتيها الفترة الأخيرة. احنا اتكلمنا في حاجات كتير. في ايه؟ ظاهرة ان لما تخشي كافيه او تخشي لا ده لحد امبارح انا شايفاها الظاهرة دي، وطبعا انا اندهشت جدا. انا جيت داخلة كافيه، ابني قاعد فيه منتظرني، ففوجئت بعد ما قعدت، انا ابني لا بيدخن ولا ليه في اي حاجه يا. فاول ما قعدت لقيت جاي الراجل الجرسون بيقول لي شيشه بقى يا فندم، شيشه نوعها ايه؟ يعني كما لو كان ان شيء طبيعي جدا ان انا داخله عشان اشيش يعني. فبصيت حواليا فوجئت ان الرجاله والشباب ما بيعملوش ده، وان الستات والبنات قاعدين كلهم يشيشوا. شفتي بقى الرجاله عاملين ايه دلوقتي؟ خلاص يعني دي بقت ظاهره غريبه. ايه حكايه ان البنات بقى في احترام للرجاله؟ هو خلاص بقى بطلوا التدخين عشان عارفين التدخين، خايفين على صحتهم والستات استلموا مكانهم. ففعلا انا الظاهره دلوقتي مفيش كافيه، مفيش مقهى الا لما تدخل تلاقي بنات وستات قاعدين بيشيشوا، ويمكن الراجل اللي قاعد معها مش بيشيش ولا بيدخن خالص. ويعني ظاهره انا مش قادره افهم تفشت في مجتمعنا ليه وايه سببها. يعني طب هل ده مقياس، يعني عايزين بس نتكلم، هل ده يسمى مقياس للحريه؟ لا يعني خالص.
ان ده بقى مقياس للمنظرة ايوه يعني انا عايز وليس اعرف، الحرية. عايز اعرف البنت او السيده اللي بتعمل كده كويس من انهي اتجاه هي واخده انها تعمل ده، يعني واخدها من انهي منظور، يعني بما انك هتقول هي طبعا هتبقى واخداها من منظور الحريه، من منظور ان انا اعمل زي ما اي راجل بيعمل، المساواه، يعني اكتر من منظور. ولكن هنا المشكله في الانفلات، ان انا لما برجع واشوف بنت وصغيرين في السن او سيده، بقعد اندهش جدا، فين اسرتها؟ فين والدها؟ فين اهلها؟ ولو سيده متزوجه فين جوزها من ده؟ لا ده انا بكتشف ان ممكن جوزها يبقى قاعد وما بيدخنش، وهو شايف ان الحريه ان المدام تدخن شيشه وهو قاعد جنبها. هم ما تدخنوش يعني. مامي بتدخن شيشه يعني لازم هنقلدها. يعني دي ظاهره من الظواهر اللي موجوده في المجتمع. انا مش عايز اقول ان احنا يعني احنا مش عايزين، مش عايز ابقى قاسي جدا واقول ان احنا عايزين نبقى مثليين، لكن على الاقل ما يبقاش الجهر بالشكل ده، وما إذا تبقاش بليتم ظاهرة، فاستتروا. وما تبقاش ظاهرة، لأنه إحنا بنقلد بعض، مشكلتنا إن إحنا فعلا بنقلد بعض، وبقى صديق السوق بقى مشكلة بالنسبة لك، يعني لما أنت تعرف حد كويس ثق تماما إن كل حياتك هتبقى كويسة، لأنه هو دالك على الخير، بيدلك على الخير، لكن لما بتعرف حد سيء ثق تماما إن حياتك هتبقى جحيم، لأنه برضه هيدلك على الشر، ومش هيبقى حابب إن أنت تنجح، ومش هيبقى حابب لك السعادة، ومش هيبقى حابب لك التفوق، ودايما يدفعك للفشل زيه، لأن محدش بيحب إن حد أحسن منه، الوحيد الشخص الوحيد اللي بيحب إن ممكن حد يكون أحسن منه هو الأب والأم، بعد كده بالظبط مفيش، كده. حقيقي مفيش، إلا بقى لو ربنا وهبك زوجة، وهبك حبيبة، وهبك والست برضه، وهبك زوج، وهبك حبيب، يخاف على مصلحتك ويبقى عايزك تبقي سعيدة وتبقي زيه، وكمان بيساعدك إن أنت أحسن منه. فالظواهر اللي موجودة دي عايزين نبطل منها ونحدها، على الأقل أنت بتعمل ده حاول أنت تداري وأنت بتعمل ده، ما تظهروش. العنف اللي بقى موجود إن إحنا ما بقيناش طايقين بعض، ما بقيناش طايقين بعض، يعني إيه؟ المفروض ببساطة جدا أنا ماشي بعربيتي وأنت ماشي بعربيتك، اديتك كلاكس وعديتك، أو أنت اديتني كلاكس وعديتني، أبسط شيء إن أنت تعمله لي تديني كلاكس تشكرني، مش هتخسر حاجة، يعني بجد لفتة زي دي بتخليني أكرر ده كتير، لما تلاقي ان حد معدي في الشارع وتقف علشان يعدي الاول ما خسرتش كتير، لكن تحاول ان انت تعدي، يعني تعدي قبله ما هو يتحرك. هو الشارع اصلا هتقولي ان في اماكن مخصصه للمرور لا ما حدش الناس بيتبعها خالص، تمام، دي ملهاش لكن خالص انا وجود في حياتنا. انا بتكلم على لا احنا في ظاهرة حياتنا. القيادة بقى في مصر عموما، بما انك بقى جبت سيرة السيارات والقيادة، زمان كنا نسمع ان القيادة فن وذوق واخلاق، دلوقتي لا، القيادة بقت بلطجة، واللي حصل يكسر زي ما بيقولوا يعني. للأسف كمان ظاهرة ان احنا بقت حوادث كتير قوي، وايه بقى يعني الحوادث؟ مش مسافات، مش طرق سفر، مش طرق سريعة، لا ده الدنيا واقفة خالص، وتلاقي ده راح دين لابس في اللي قدامه. ليه؟ لان هتلاقي ان البي وهو سايق هو بيقرا في الموبايل، وهو بيشوف الرسائل المسج اللي جاله ايه، ده بيبعت كمان رسائل وهو سايق، وبالتالي هو معتمد على ان الدنيا ماشيه بطيء، ففجاه يلاقي نفسه لبس. دي بتحصل كتير، انا حصلت لي لبسه فيا كتير. لا ما دي ظاهره من الظواهر كمان، ان انا عدم الاهتمام بالطريق، الاستهانه بان انت ممكن تكون قادر ان انت تسوق عربيتك ومركز، استحاله هتبقى مركز، استحاله هتبقى مركز، هي الرساله اللي جات لك مهمه للدرجه دي ان انت تضيع حياتك علشانها؟ يعني على ما اعتقد يعني ان شرطه المرور ورجل المرور يعني مش هيفضل، مش هنجيب لكل شخص يمشي شرطي وراه مرور يمشي طبعا، وراه، او في كل اشاره او في كل مكان واحد يتابعنا علشان لا وفي نقدر ان حد احنا بقى، عارف يا نمنع ده. محمد، يبقى ماشي وراك مثلا ميكروباص، توك توك، تيت 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 كده، ايديه عليه ما وهو شايف بتتشالش، ان الطريق بس واقف اصلا. يوترك، هو الطريق واقف وما فيش اي حاجه، ولا هو بيدي ده لحد، ده هو ماشي اتعود ان ايديه تبقى كده، يعني منتهى التوتر والازعاج حتى ليك انت، تقول الله طب هو بيديني كلاكسي انا عم، وبعدين فجاه بعد شويه تكتشف انه لا ده الطبيعي، هو ماشي ايديه على طول تعمل كده، مش فاهمه. في احدى الدول العربيه كان ليا ان انا رحتها، سوريا، العربيات لما بتمشي لاحظت حاجه مهمه جدا، لما عربيه اسعاف بتعدي وتعمل السرينه بتاعتها كل الناس اللي ماشيه في الطريق بتاخد يمين، يعني بتفضل ماشيه وتاخد يمين تماما وتفتح طريق للاسعاف اللي بيعدي ومفيش حد بيجري وراه، ايوه لسه كنت هعلق. يعني
هقول لك المشكله في ان لما بيعمل كده بلاقي كل الناس راحت جاريه ورا عربيه الاسعاف علشان بيسيبوه يمشي وهم ماشيين بنفس سرعتهم عادي جدا وبيعدوه. طيب لو في حاله وفاه بيقفوا تماما العربيات بتقف طبعاً. تماما يمين ويوسعوا تماما لحاله الوفاه انها تعدي. قد ايه لما شفت الموضوع ده وقد ايه لما شفت التصرفات البسيطه دي انا كنت فرحان فرحان بجد. ليه؟ احترام المريض، ما انا ممكن اكون انا اللي في عربيه الاسعاف. احترام الموتى، ما انا ممكن اكون انا نفس الشخص. احترام الحاجات دي، الاحترامات، الحاجات البسيطه دي احنا ما بنحسش بيها الا لما نتحط في الموقف. يعني فعلا كل انسان عربيه الاسعاف دي يتخيل ان اللي فيها حد قريبه، حد تبعه، هو هيبقى قلقان ازاي ونفسه يوصل المستشفى بسرعه ازاي. يعني لازم يبقى عندنا ده. الحاجه الثانيه ان انا ما بشوفهاش غير في مصر. انت عارف انا عشت في السعوديه يمكن اكتر من 17 سنه، عمري في حياتي ما شفت حد يقف على مطالع او منازل كباري ويركب او ينزل. دي ما شفتهاش في الدنيا كلها الا في بلدنا، ان مطلع الكوبري ده يبقى هو يقف عليه الميكروباص ويركب وينزل، وبعدين كمان ايه بقى بعد ما يخلص ده هو ما بينتظرش، هو يطلع على طول ما بيبصش حتى في المرايه مين جاي، مش مشكلته، هو يقف وقت ما هو عايز ويطلع وقت ما هو عايز. بس ده سببه ايه؟ هل سببه انه مش لاقي رقابه؟ لو كان لقى رقابه عليه وحد مره وقفه ما عمل كده وسحب رخصته. هنقول تاني نفس الكلام. ماشي، احنا مش محتاجين من جهاز الشرطه والمرور انه مع كل سائق ان كان سواء ما راكب عربيته الخاصه ملاكي او ميكروباص او عربيات حكوميه ان احنا نراعي ده؟ ما احنا لسه ما احنا بنتكلم ليه؟ بنتكلم ان احنا ما احنا لازم احنا اللي نرجع تاني خالص. احنا اللي نرجع تاني ان احنا نحترم ده. الاخلاقيات البسيطه دي، التصرفات البسيطه دي بتعبر عن مجتمع. الظواهر البسيطه دي بتخلي الناس تحكم عليك، انت بتحكم على المجتمع اللي انت موجود فيه من بعض التصرفات الصغيره. مش لازم تعامل كل الناس، انت بتاخد موقف من شخص فبتحكم عن البلد دي من الشخص ده. يعني لو واحد نصب عليك في مكان ده، احنا هنا في مصر في المحافظات بتاعتنا احنا مسميين المحافظات على حسب تصرفات الناس اللي فيها. تمام، يعني محافظه كريمه، محافظه بخيله محافظه احنا مسميينها لان اكيد حصل موقف واثنين وثلاثه مع الشخص ده. احنا ليه الظواهر بتاعتنا تحكم علينا غلط؟ ده احنا الرقي. الفن زمان لما كانت الافلام المصريه القديمه بتتصور لغايه قريب قوي احنا كنا بنقول يوسف بيك شاهين. ماشي، احمد شوقي باشا. احمد ماشي. لما نيجي نقول نظلي هانم. أيوه. نتكلم بنقول مسميات او كان في سليمان بنجيب. يعني كانت كل، وبعدين بلاش احنا حتى ده هنتكلم على اللبس. تخيلي ان اللبس الفنانه في مجتمعنا. الفنانه ليلى مراد كانوا جايبين لقاء معاها وبتتكلم على مين؟ على الفنان انور وجدي، نجيب الريحاني. نجيب الريحاني فتقول نجيب الريحاني نجيب باشا. بيه طبعا بيه. يعني تحس ان هي حتى لو هم اصدقاء وفي عمل واحد تحس ان اللقب معاهم شغال، اللقب معاهم فيه احترام، الكلام فيه رقي. الرقي ده كان بيتنقل من المجتمع بتاعنا المصري للمجتمع العربي طبعاً. فكانوا هم كمان بيتعاملوا معانا بهذا الرقي. يعني تخيل انا لما اقول لواحد، يعني دايما في مثل بيقول لك اذا شتمت ابنك قدام اصحابه ما تطلبش من اصحابه يحترموه. اكيد خالص. ما ازاي انت بتطلب ان هم يحترموه وانت ابتديت ان انت تهينه قدامهم؟ فهم كمان مش هيحترموه. لو احنا عايزين الاخرين يحترمونا، اخلاقياتنا هي اللي بتعبر عن احترامنا لينا واحترامنا للاخر. فيجب ان احنا نراعي ده، ان الاخرين بينظروا لنا ان كان من تعاملاتنا اللي موجوده في الشارع او من كان من الاعلام اللي بينقل الصوره المتحضره او كان من الدراما اللي كانت بتنقل. طبعا يعني انا هدي لك مثال. انا بسعد جدا لما بشوف حفلات السيده ام كلثوم، اما بقعد اشوف الرقي والناس والشياكه واللبس الانيق والسيدات اللي لابسين كلهم فساتين وتيرات والرجاله لابسين بدل وكرافتات وكده، تحس في قاعدين بيسمعوا وبيستمتعوا وبينصتوا في سلطنه وفي كان في فعلا نموذج شيك راقي بنقدمه لكل المجتمعات. بنقول لهم احنا اهو ده شعبنا، دي ناسنا، شوفوا مصر وشوفوا ستاتها وشوفوا رجالتها. دلوقتي للاسف البنطلونات المقطعه والمش عارفه، يعني للاسف احنا لبسنا حتى بقى متدني، ما بقاش شيك يعني. طيب كلمه اخيره نقولها بقى لكل ام، لكل اب، لكل شاب بيتفرج علينا النهارده، انه يراجع نفسه تاني ويراجع نفسه تاني
ويراجع نفسه تاني، هل ترضى التصرف اللي انت بتعمله؟ ببساطة بس عشان بس يبقى كلامنا واضح بدون شعارات كبيرة، يتعامل مع باباك، يتعامل مع أمك، يتعامل مع أختك. لو انت رضيت بده اعمله، لو انت رضيت بالتصرف ده اعمله وانت مرتاح، لكن لو جواك رفض التصرف اللي انت بتعمله ده بلاش تعمله. انا مش هبتدي بقى بمدرسه ولا ببيت، انا هبتدي بالشخص نفسه. كلمه اخيره محمد، انا مش هوجه كلامي للشباب بس، انا هوجه كلامي للمجتمع ككل، شباب واطفال وسيدات ورجال. هقول لهم الضمير، يعني يا ريت كل واحد فينا يراعي ضميره في كل تصرف، ويحط نفسه مكان الآخر، ويشوف فعلا هو هيقبل التصرف ده من حد تاني لو هو عمله معاه. فإحنا لو كل واحد فينا حط نفسه مكان الآخر، والله ما هنأذي ولا هنعمل أي تصرف جارح ولا هنجرح ولا هنعمل أي تصرف همجي، لأن فعلا كل واحد مش هيرضى لنفسه اللي هو بيعمله في غيره. فنراعي ضميرنا ونتقي الله في كل تصرفاتنا. ايه رايك نطلع فاصل ونرجع تاني؟ يا ريت. اصدقائي نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. على برج، برج ايه يا استاذه بشاير؟ صباح الخير الاول. صباح النور يا حبيبتي. بشاير طبعا الحلقتين اللي فاتوا الناس كتير اتصلوا بينا وقالوا لنا بشاير راحت فين؟ فجبناها لهم النهارده. تمام، ولازم بقى نرضي كل الناس اللي بيشوفونا وما تغيبيش عنهم. انا كنت في برنامج تاني قبليكوا او بعديكوا، فما كنتش بقدر اطلع في الاثنين ورا بعض. احنا والله الناس قالوا لنا بشاير. الكوس النهارده ان شاء الله. يلا نشوف الكوس هيعمل ايه. الكوس باذن الله، بس عايزين بقى باستفاضه. حاضر. يعني كل اصدقائنا اللي بيشوفونا النهارده من برج القوس يركزوا في الكلام اللي بشاير هتقوله. تمام. الكوس السنة دي كان بتعذب بقاله كتير قوي، وخد حريته في أول السنة تقريبا. في ناس تانية معاها شريك بيوعد وبيخلف، مش شاطر غير في الكلام ورامي كل الحمول عليهم. في ناس راجع الحب، في ناس راجع الحب قديم، في ناس من اللي انفصلوا هيرجعوا برضو، وناس خلاص هما كده سلموا ان ده استحالة يتغير الشريك تقريبا. يا كان برج الميزان او كان برج القوس تعبهم جدا. برج القوس هيحقق طموحات السنة دي حلوة قوي على بداية برضو السنة. هو داخل في حاجة فيها مشروع، فيها فلوس، فيها حاجة، وربنا هيكرمه قوي في الفترة دي. الفترة دي عنده بيقيم نفسه وعايز يثبت وجوده. عنده روحانياته حلوة قوي، لما بيستشعر حاجة او بيحس بحاجة بتحصل. زي برج العقرب، برج العقرب بيقرأ من الداخل برضو. العقرب انا بقى. بس العقرب بيبقى عنجي، بيبقى مش عايز يقول بحبك، بيبقى مش عارف يعبر. بس ما القوس عنجي كل ساعة في حال. القوس بيعرف يحتوي لانه بيسمع. العقرب ما بيقدرش، ما عندوش طولة بال قوي. العقرب بصراحة لا يطاق. بيتنرفز. يا حر الكتاب. العقرب جميل. لا جميل. بس هو ما بيعرفش يعبر. لكن القوس بيعرف. لا طبعا العقرب حلو. العقرب من اصدق الابراج. بعدين العقرب بيتوتر بسرعة. القوس صبور. العقرب مظلوم من اسمه. القوس بيجي له فلوس. والله مظلوم من اسمه فعلا. مش في كل الناس. في ناس فعلا عقرب عقرب. والله. وحشة جدا. بجد. في فلوس جاية له وفلوس حلوة. بس في حد مع الشريك اضطر ان هو يدخل علشان يبص للفلوس دي، او الشريك اضطر يستعين بحد تالت، فبقوا ثلاث اطراف مش اتنين. دي وطرت العلاقه جدا. بيحب حد وهيرتبط بيه، يا هم اصحاب في عمل يا هيبقوا فيما بعد بينهم عمل، هتبقى شراكه زواج وشراكه شغل. القوس طموح جدا وصبور، ربنا هيحقق له مبتغاه السنه دي. بدأ يحس ان عليه حمول، لكن الحمد لله لم اوضاعه، لان هو عليه ضغوطات كتير بالنسبة للأسرة، بالنسبة للمادة. نشوف. القوس في حد من أسرته تعبه نفسيا او بيضغطه او بقول لك يا برج القوس، هو ان شاء الله هيعرف غلطته، هيحاول يراضيك، هيحاول يبقى قريب منك. انت كده كده متسامح وبتجعجع على الفاضي وبتعصب وكده، بس قلبك ابيض. في علاقه حلوه هتختم بجواز. في ناس هترجع للماضي وناس لا. اللي مش هيرجع له الماضي، في حب الايام دي قايم نايم بيه بقاله كام شهر، وربنا هيكرمه فيه قوي. كويس، في حاجه حلوه جدا وربنا هيكرمه فيها. ابشر يا برج القوس، سنتك حلوه والسنه الجديده مكمل فيها.
خليك ماسك في شغلك الجديد اللي انت قلقان منه، في نجاح وفي فلوس وفي حاجات حلوه قوي. جميل قوي ما شاء الله. يعني كده خلصنا الكوز. الكوز خلصنا. طيب بالنسبه لاولاده كده ربنا هينوله حاجه كويسه، لان هو بيبديهم على نفسه وبيبدي اللي حواليه، بس هو مضغوط قوي دلوقتي واكتشف حاجات من شهر 11 في حد حواليه كان بيكذب عليه، وربنا نور له بصيرته بحد يعني. طب ونخش الميزان. الميزان بقى. الميزان حاضر. برج الميزان، طبعا احنا الميزان عشان ايه مش هنقرا قرايه خاصه. الميزان يا جماعه الايام دي كان عنده توتر من حد في اسرته، كانت نفسيته تعبانه قوي، بس الدنيا بدات تبقى كويسه ان شاء الله والحمد لله. هو اجتاز مرحله كان تعبان فيها نفسيا، هو مازال لسه، بس هو دنيته هتتظبط خلاص، يعني اخر مرحله في تعبك يا برج الميزان. هتكون في شهر 12 ان شاء الله عندك توافق مع ناس حواليك ما كنتش بتعرف تتفاهم معاهم من اسرتك. هتحاول تلم كل مشاكلك وكل حياتك، لان انت خلاص عايز هدوء، عايز تبقى ريلاكس شويه، تعبت نفسيا، تعبت. اللي حواليك وضغطينك هيبتدوا يشوفوا حالهم واشغالهم، لان هم تعبوك كتير قوي ومقدرين ده دلوقتي حتى لو ما كانوش بيحسوا بيه قبل كده. انت موجوع قوي يا برج الميزان، عندك حب هيتم بخير، وانت اللي هتقرر، لانك هتبقى حيران بين اتنين. انت اللي هتقرر تكمل مع مين او تسيب مين، لان عندك حد غامض تعب اعصابك قوي. انا بحب اتنين، بس هو هيبتدي هو في حياته هو اتنين. حيران بين اتنين. هو حياته بيقارن بينهم. في حد هيظهر حسن النوايا، واما هيظهر حسن النوايا هيبتدي يعمل خطوه ايجابيه، هو هيعرف. هو محظوظ، هو هيكمل. هو اللي ده طيب، هو عنده ارتباط وعندك عقد جديد في الشغل، او عندك انتقال من عمل لعمل، او مكافاه حلوه على مجهوداتك او ترقيه. بيتوافق مع ايه الميزان والقوس؟ ما قلناش الابراج اللي خلاص عشان بس الميزان اللي تعبه قوي. الميزان عشان لو جاله الميزان اللي بتعبه قوي السرطان، لو جاله ترقيه او حاجات زي كده برضه ما ينساش يعني. هو بيتوتر والسرطان بيتوتر، في علاقاتهم مع بعض مضغوطه، وفي الغالب هو عنده حد في اسرته سرطان تعبه قوي. والقوس القوس عنده الحمل، هما الاثنين علاقتهم مش حلوه ببعض والله. لكن هو حلو مع الحوت، حلو مع الاسد، حلو مع الطور، حلو مع ابراج تانية خالص. لو قلنا ايه احسن الابراج اللي انت تتعامل معاها، هل كل برج بيختلف؟ يعني على سبيل المثال العقرب. العقرب. العشريات بتختلف، العشره الاولى والعشره الثانيه والعشره الثالثه، زي ما قلنا قبل كده العشريات بتختلف. علاوه على ان في ناس شاذه عن البرج نفسه. تمام. بس دي بتبقى نادره يعني. كويس. لكن احسن الابراج اللي عامه نتعامل معاها واحنا مبسوطين. التعامل معاها اللي بتبقى حلوه، في حمل بس ما تعصبهوش، لان لو عصبته بتلاقي بركان. هو طيب فعلا ابني. اللي هم الابراج الناريه دي بتجعجع على الفاضي وبتنسى. كويس. اصعب ابراج الجوزاء والعذراء، لان هم نفسهم مش عارفين هم عايزين ايه. بيبقوا بيكلموك وهم دماغهم في حته تانية خالص، وبيبقوا مش مركزين. كمان العقرب في حاجه لما بتيجي تتعامل معاه بتبقى مش عارفه هو بيحبك ولا بيحبكش. مش عارف. صحيح انت عماله تسالينا احنا ابراج ايه، انت برج ايه؟ انت برج الحمل. عشان كده بتدافعي. ماسك الابراج كلها. اول برج السنه دي كان عنده كارثه، ابتدت بوفاه جوزي. على فكره الحمل ده كمان برج ابني. هو جميل بس ما تعصبهوش. بس اللي انا اعرفه لو عصبتيش ليه كل حاجه خلاص. لو عصبتيش اللي انا اعرفه عن الحمل، ان الحمل تاخد عينيه بس ترضيه زي الاطفال وتضحك عليه بالكلمه لا تطبطب عليه بس. طب ما العقرب كده يا جماعه والله. والله العظيم الحمل ليه ريموت انك تسيبيه هادي بس. العقرب مشكلته ان انت لما بيهدى قوي 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 وياخد ويحس ان انك مصيبه بيحضر كارثه. بس مش في كل لا في العقرب جزئيه لو ده اتضايق بيقفل تليفوناته، يقعد مع نفسه مش عايز يكلم، يعاقبك. طيب بكده مين اللي ما كانش السنه دي سنته من الابراج؟ والله كل الابراج تقريبا طالها حاجات مش حلوه. ايوه. لان هي باديه بزحل، فكان الزحل على كل زوج. اكتر الابراج اللي ما كانتش مظبوطه السنه دي العذراء، حصل له انفصال. العذراء. العقرب كان محتار بين اتنين ومتوتر ولغايه دلوقتي بين وبين لا. بس هو ابتدى الحمد لله الشريك اللي معاه يهدى شويه، هيبقى في ارتباط. تمام. يعني اوله على اول السنه الجديده ان شاء الله هيرتبط. البرج بيختلف من راجل لست. طبعا. يعني العقرب راجل غير العقرب ست. طبعا. الحمل خاين جدا في الرجاله، في الستات مخلص جدا. العقرب على فكره نفس الشيء. العقرب لا، الرجاله برضه مش خاينين قوي، بس ممكن يحب ويبقى قاعد طول الوقت. طب ليه مقولة نفسه يعني حرام؟ ايه مقولة احترس من المرأة اللي برجها الحوت والرجل اللي برجه العقرب؟ لأن برج العقرب في الرجالة
استحاله يوصلك لبر الامان. لو ميت فيكي وبيموت فيكي وخلاص ما بيعبرش يعني يحسسك النهارده ان هو يقول لك احلى كلام ومفيش ساعه خلاص التليفون اتقفل هو ما شافكيش ولا يعرف. ده الجوزاء بقى كمان. لا العقرب كده. ده الجوزاء. الجوزاء. الجوزاء ما بيبقاش عارف هو عايز ايه. خالص للاسف. الصبح حاجه والظهر حاجه والعذراء كده. مودي مين من الابراج السنه الجايه هنقول ان السنه دي سنتك؟ كل الابراج السنه الجايه هيجي لها انفراجات، يا في عمل يا في ارتباط يا ارتياح نفسي بعد ما فارق حد كان تعبه بانفصال. يا ناس عليها ديون وهتسدها. هو في ابراج كده ما شاء الله ربنا هيكرمك منهم القوس التعب قوي السنه دي، منهم الحمل كان بيشتغل على نفسه والعقرب ونقل من حاجه لحاجه. العقرب هيرتبط في حد كان العلاقه مذبذبه وكان تعبه نفسيا العلاقه بتاعته هيرتبط بيه اخيرا هيحن عليه. يبقى مش انا. البرج المظلوم في الابراج كلها الجدي. زحل معاه اصلا لانه الكوكب بتاعه الاساسي. الجدي عشان مش عايش على ارض الواقع. الجدي أيوة. دايما محلق في الفضاء بس عنيد. ايوه ما هو انا بتكلم عن الجدي. طيب. ده الوحيد. طيب بس عنيد. طيب بس هو دايما مظلوم في اصحابه. دايما مظلوم حوالين الناس بتشوفه بوجع بقى واو ويفضلوا يعني بيتقرع عليه وهو غلبان ما معهوش. احلى حاجه كمان في الجدي المراه الانثى الجدي بيعجبني جدا. ايوه جداً بتحب كل الناس طيوبه قوي بس دايما الصحبه بيبقى فيها غيره. تمام. يعني تبقى هي مثلا عليها العين قوي عشان هي اي حاجه بتلبسها بتليق عليها بتبقى شيك زي ست الاسد زي الحمل. يعني لو حاجه قديمه وهي لابستها تبان عليها سبحان الله ان هي حلوه ده من رضا ربنا. طبعا. لان هي جواها حلو. طيب يعني الناس اللي بعت لنا بقى علشان الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله كل اسبوع هناخد برج جديد من 2020 خلاص يعني ربنا. اللي هيجي عليه طلبات اكتر هو اللي احنا هم عندي بشاير بشاير بالعربي الصفحه بتاعتي ابعتوا لي عليها. تمام. البروفايل بتاعي بيبعتوا لي عليه. احنا طبعا في كل حلقه اصدقائي ما بننساش الاسئله وما بننساش الجوائز كمان. احنا عايزين نقول ان مطعم وكافيه تجور من الحاجات الحلوه جدا ان انتوا لازم تروحوا تزوروه لازم تشوفوه بجد مكان حلو قوي. ممكن كمان نعزم اصحابنا ونعمل فيه حفلات عيد ميلاد. والاخطر ان احنا اخر كل خميس من الشهر المطعم بيعمل لنا دعوة أنا والفنانة سوسن إن إحنا نكون موجودين وبيجي لنا كمان أصدقائنا اللي بيشوفونا وبيبقوا موجودين معانا والفايزين وبنقعد بجد بنعمل احتفالية بسيطة هناك مع الأستاذة حنان. فبتمنى من كل أصدقائي إنه آخر كل خميس من كل شهر إنه لازم يشرفونا ونبقى نلتقي هناك ونسجل معاهم كمان لأن عايزين نعمل تواصل جيد ما بيننا وما بين بعض ونقدر ان احنا نتواصل. طبعا احنا برقم الواتس بيبقى موجود على طول عندنا. وبشكر كل الناس اللي بعد الحلقه بيكلمونا مش بيبعتوا لنا بس. يعني المره اللي فاتت كان في ام ايمن. ايوه ام ايمن عشان ما تنسيش بس ام ايمن كلمتنا الحقيقه من اسوان بوجه لها التحيه وكانت معجبه باللي احنا قلناه وقالت انها مرت بنفس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت اللي كتير. هو كنا بنتكلم على ناكر الجميل. ناكر الجميل او رد الجميل. فازاي ان انت تمر بده. كنا سعداء جدا بمكالمتها طبعا وفي مكالمات تانية جات كتير بس قد ايه ان حد راقي جدا عشان انا كلمتها يمكن انت بتاخد كل المكالمات دي انا رديت عليها هي طلبت تكلمني فانا بوجه لها التحيه يعني. كويس. وكمان عزمتك انا طيب. وعزمتنا على اسوان ان شاء الله وكده وربنا يقدرنا برضو نقدر نساعدها في عمل اولادها يعني وكده ان شاء الله. طبعا اصدقائي اي حد عنده مشكله نقدر نساعد فيها. اي حد عنده شكوى ممكن نساعد فيها ان شاء الله ان شاء الله على الواتس ابعتوا لنا. ولو قدرنا ان احنا نساعد في حد في مشكله نساعد في حد ان احنا نقف معاه نتواصل مع المسؤولين سهل جدا ان شاء الله ان احنا نعمل ده بس يكون مشاكل حقيقيه ونقدر احنا كمان ان احنا نحلها لو ما حدش قادر. هنقول السؤال الجديد وبعدين نسحب ونسحب بعد كده الاسامي اللي فازت معانا. السؤال الجديد بيقول في مطعم وكافيه تجور هتروح تلاقي فيه وجبات كتير فيه مشروبات كتير فيه حاجات كتير بس هم عملوا ركن جديد. مش الركن اسمه ايه؟ ايه الركن الجديد اللي تم اضافته للقائمه بتاعه مطعم وكافيه تجور للمنيو بقى ركن جديد وركن حلو يعني عشان بس نسهل السؤال هو ركن حلو. الركن ده اسمه ايه؟ هتبعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر قدامنا علشان نقدر ان احنا تكونوا من الفايزين معانا. في كل حلقه بيبقى الفايز جايزتين. الجايزه الاولى دعوه للعشاء لفردين في مطعم تجور والجايزه الثانيه بتكون 250 جنيه نقدا. لغايه دلوقتي اخر اسبوعين اللي فازوا معانا ما راحوش الدعوات بتاعتهم.
الدعوة مفتوحة يعني في أي وقت، علشان بس ما نقولش إن إحنا محددين وقت، الدعوة مفتوحة في أي وقت. وكمان ممكن تروحوا في أسبوع من الأسابيع إن شاء الله في آخر شهر تلاقوا بشاير كمان موجودة، فممكن كمان تشوف لكم التاروت هناك. لا ده أنا كده حبيت أسبوع اللي عايز يشوف لكم التاروت هناك. حابب ندبس بشاير على الهواء عشان تبقى. طيب نسحب الأسامي اللي فازت معانا الأسبوع اللي فات. بسم الله. سيد ياسر حسنين. سيد ياسر حسنين ألف مبروك، ده كسب دعوة ولا المبلغ؟ لا ده دعوة على العشاء الفردي مطعم تجور. تمام. التاني مبروك أحمد حسن. مبروك أحمد حسن ده اللي كسب 250 نقدا. تمام. من مطعم برضو تجور. عندنا سؤال تاني لشركة بناية كومباوند الصفوة. الشركة بتقدم النهاردة سؤال وجايزته الأسبوع اللي جاي إن شاء الله 500 جنيه. قالوا 250 لاثنين او لفرد 500 جنيه، تحبي يا بشاير فرد 500 جنيه ولا فردين 250؟ والله فردين. فردين احسن بقى. فردين 250. اه الرقم الخط الساخن لشركه بنايه وكومباوند الصفوه، الخط الساخن بتاعهم بيظهر معانا في الاعلان، عايزين نعرف الرقم وتبعتوا لنا على الواتس. وزي ما اختاروا سوسن واختارت بشاير مش هتبقى جايزه واحده، الجايزه قيمتها 500 جنيه لاثنين فايزين. طبعا احنا في كل حلقه بنحب ان احنا نزود جوائزنا، والفترات اللي جايه هتلاقوا في جوائز كتير جدا، وهتلاقوا في لسه رحله شرم بقى. شرم وكمان كنت امبارح الحمد لله في وزاره الشباب والرياضه اتفقت معاهم على الفتره اللي جايه رحلات للشباب للأقصر واسوان الفتره اللي جايه، ومفاجات كتير جدا. عايزين بس تشاركوا معانا وتبعتوا لنا وتتواصلوا معانا، وان شاء الله ان شاء الله مع برنامج كل الناس نيوز هتلاقوا كل ما هو جديد وكل اخبارنا وكل لقاءاتنا بتبقى يا رب بس تنول اعجابكم، لاننا فعلا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدم شيء مختلف ان شاء الله. واحنا بنتمنى ان احنا نلتقي بكم الاسبوع الجاي ان شاء الله قبل ساعه من دلوقتي. ونتمنى ان احنا يعني كل تواصلاتكم واتصالاتكم وواتساتكم كده تاكدوا انها بتوصلنا وبنشوفها، وعايزين بس انتوا تعرضوا علينا كمان ايه المشاكل وايه اللي ممكن نتكلم فيه وايه اللي يهمكم. واحنا تحت امركم ونستودعكم الله. طبعا اصدقائي بشكركم، واستنونا قبل المعده بساعه كل يوم اربع مع كل الناس نيوز. بشكرك، صباح الخير يا بشاير. صباح النور يا محمد. فنانه سوسن بشكرك، صباح الخير يا محمد. اصدقائي انا بشكر كل فريق العمل اللي مش موجود على الشاشه اللي في كنترول والاخراج، بجد انا سعيد ان انا موجود مع فريق عمل بيحبوا بعض وبيخرجوا لنا وبيطلعوا لنا الصوره اللي انتم شايفينها. بشكركم جدا 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 ان احنا كنا معاكم لمده ساعه. شكرا، واللقاء الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي، الى اللقاء. باي.